نكمل كلامنا لاسبانيا. طبعا هنطلع اسبانيا نتمشى هناك شويه في اليكانتي ونشوف كريم احمد ومعايا نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني كابتن احمد فتحي، هيقولوا لنا ايه. اتفضل يا كريم، ويعني احنا معاك على الهواء مباشره. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، برحب بيك طبعا في البدايه وبكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. مصورين الكابتن احمد فتحي والله يا كابتن اسلام، ويعني بص يعني احمد فتحي هتلاقي عينيه احمرت. قول له قول له استاذ يقول لك عينيه احمرت عشان كابتن احمد فتحي الكل بيقول لك انت عينيك احمرت. انا عايز انام. عايز ينام يا كابتن اسلام. يعني بصراحه الاول بنوجه الشكر للكابتن احمد ان هو لبى الدعوه. بصراحه بقى لنا يومين يا كابتن اسلام بنجري ورا الكابتن احمد، بس فعلا لينا الشرف اكيد الجوكر يكون معانا، واحد من النجوم اللي النادي الاهلي، الاصرار والجديه والعزيمه وكل الكلام اللي ممكن تقدر تقول عليه على كابتننا الكبير، واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد فتحي. برحب بيك يا كابتن احمد، وتحيات اكيد الكابتن اسلام الشاطر. يا كابتن اسلام ازيكم، عاملين ايه؟ كابتن عامل ايه؟ هو القايمه جميله يا كابتن اسلام. اكيد كابتن احمد في البدايه طبعا عايز اكلمك بشكل عام على المعسكر. انت واحد من نجوم النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، موسم استثنائي ومرحله استثنائيه، والموسم ده او المعسكر ده بالتحديد يا كابتن احمد ليه حسابات خاصه بالنسبه لكم وبالنسبه لكل لعيبه النادي الاهلي. كلمني على المعسكر، الاجواء، الدوافع عند لعيبه النادي الاهلي عامله ازاي؟ لا يعني في سوريا لا يعني هو المعسكر معسكر هايل الصراحه، من احسن معسكرات اللي انا طلعتها. هو يعتبر بري سيزون، يعني مش فاهم هو بري سيزون ولا نهايه سيزون ولا بدايه سيزون، ولكن في الاخر يعني خدنا جائزة، بدأنا نتمرن كويس، كل فرقة بتمرن كويس الصراحة. بنفنش موسم آخر ماتشين، لكن في الآخر برضه هنبتدي موسم جديد، فكل الناس مركزة طبعا أكيد، لكن من لسه أجواء الماتشات يعني مش داخلين فيها قوي طبعا. بطولة أفريقيا لسه بتتلعب، فممكن البطولة لما تخلص تبدأ الدنيا تتسلط شويه على الدوري، فيبدا تبدا الدنيا تتغير شويه، لكن كفتره اعداد عاملين فتره ده كويسه، كل حاجه كويسه الصراحه، من احسن فتره الاعداد اللي انا عملتها. ان شاء الله ربنا يكملها على خير ان شاء الله السنه دي. تدرج مميز في مستوى المباريات اللي قدامها يا كابتن احمد، وده مطلوب اكيد في المعسكرات، لان احنا زي ما بنقول الموسم الاستثنائي وتكمله موسم مش محتاج ان انت تلاعب فرق قويه وتكسب سكورات كبيره، لكن كسبنا اول مباراه بشكل كبير، استفدنا جرعه فنيه كويسه جدا. المباراه الثانيه اكيد كان ليها اهميه، المباراه الثالثه هي اللي هنفنش بيها المعسكر. بتشوف المباريات الوديه بخبرتك الكبيره يا كابتن احمد ازاي؟ هو الماتشات الوديه في الاخر يعني انت بتستفاد، يعني انت في فتره الاعداد لازم تلعب ماتشات بتجيب الريتم شويه، لكن مش شرط صغيره كبيره، اهم حاجه انت عايز ايه من الماتش. فكل واحد من الماتش عايزين نجري اكتر، الاحتكاك يبقى اكتر، بس يعني هو ممكن الليفل الماتشات بتبقى اعلى شويه، بتبقى الموضوع احسن شويه، لكن الماتشات كل معظمها يعني بالتدرج شويه واحده واحده عشان ترجع للفورمه القويه يعني. بس انا عارف يا كابتن احمد ما بيحبش يتكلم في بعض الامور، لكن امر مهم جدا، كنت بكلم عمرو جمال او بسجل معاه امبارح، بيقول لي كلمه صلي على الحبيب فتحي بيت لعيب، دي مش جايه من فراغ. احمد فتحي واحد من اعمده الرئيسيه في النادي الاهلي، بنستفيد منه بشكل كبير، لان انا كنت بساله كابتن احمد وكابتن عاشور وكل الكباتن الكبار بيتكلموا معاك في الفتره دي ازاي او مع اللعيبه، لان محتاج خلق دوافع مستمره يا كابتن احمد، وجمهور النادي الاهلي بيبقى ليه مردود كبير قوي اما بينادي ان ده عليك في المدرج، ده بينعكس عليك ازاي يا كابتن احمد؟ لا مش انعكاس يعني، ما عندنا جمهور قوي وجمهور كبير، لكن في الاخر انا بلعب في نادي كبير، انت بتحاول تطلع كل اللي عندك، تأدي كل اللي عليك بما يرضي الله، وفي الاخر التوفيق من عند ربنا يعني، لكن خلق دوافع، لازم كل لعيب يخلق دوافعه عشان يقدر يوصل لها يعني. كل واحد بيبقى عنده هدف، هدف بيخلص بيجي هدف اللي بعديه، ممكن تخفق مرة لكن كده ربنا يعوضك في حاجة تانية، لكن مش كل الأوقات هتبقى كويسة ولا كل الأوقات هتبقى وحشة، لكن في الآخر أنت بتعمل اللي عليك. وأنا يعني أو إحنا كفرقة أو كلعيبة لازم كله يشتغل على النقطة دي، يعمل اللي عليك، وفي الآخر التوفيق من عند ربنا يعني، لكن بس ما فيش حاجة أكتر من كده يعني. الجيم خلص كام النهارده مع صالح جمعه كابتن احمد؟ هو الصراحه صالح كسبان في كل طب ليه يعني كسبان ثلاث ماتشات؟ تلعب بمين؟ مش بكده بلعب بمين، هو محظوظ مش محظوظ، هو بارد وانا انا مش بارد، هو بس هو ما بحبش العب العيال البرد الصراحه، هو بارد قوي يعني، لكن
لكن كسبته ثلاث ماتشات. سكور ولا 2-1 و3-1 والحاجات دي؟ لا يعني كسبته مره 2-1 3-1 هو يكسبني 4-1 3-1 3-0 2-0 2-1 وعمال يكسب الدقيقه 90 مش فاهم هو جاب الحظ ده كله منين. بس هو بارد يعني وانا ما بحبش العب مع الناس البارده. طب بيلعب بمين؟ بيلعب بمين؟ هو بيلعب باي حاجه يعني. هو بيلعب يعني. لا هو مش بيلعب باي حاجه. لا هو مش باي حاجه يعني. يعني هو مش الدرجات دي يعني. الدرجات دي لكن هو ساعات يعني العب انا بسيتي هو يلعب بسيتي هو يوفي انا العب باريس سان جيرمان كده يعني. عايز انتقل معاك لنقطه ثانيه والنقطه المهمه جدا وهي مباراه المقاولون ومباراه الزمالك. اكيد الهدف هو 6 بونت مش 4 بونت بالنسبه لعيبه النادي الاهلي يعني. اكيد اللعيبه واكيد انت كابتن احمد ما بتقولوش عايزين نقطه من الماتش ده وثلاث نقاط من الماتش ده هم ال 6 بونت. اكيد دي الدوافع يا كابتن احمد ودي اللي انتوا بتفكروا فيه. والله بقى اكيد انت بتفكر وانت عندك 6 بونت لكن انت بتفكر في اول ماتش الاول ماتش المقاولين ده اللي بتفكر فيه يعني. واكيد كل الفرق تركيزها في اول ماتش يعني. حبش اعدي ماتش عن ماتش. ممكن اول ماتش عندنا ماتش المقاولين الماتش اللي بعديها بس الزمالك نكسب الاول المقاولين ان شاء الله وناخد 3 بونت نفكر بعد كده في الزمالك يعني. لكن في الاخر الهدف الكبير ان تاخد بطوله الدوري يعني. بس كابتن اسلام انا معاك. نسال سؤال للكابتن احمد فتحي لو حابب تسال يا كابتن اسلام. انا معاك كابتن احمد فتحي. طبعا يسالني في اسئله ممكن ما اردش عليها. كابتن اسلام تقدر ما تردش معسكر بس قول له تقدر ما تردش. قول له تقدر ما تردش. يا بالك تقدر ما تردش. لا ما مش لو سالني في اسئله ممكن ما اعرفش ارد عليه مش عارف ارد عليه. معاك يا كابتن اسلام. معاك يا كابتن اسلام. ايه رايك في تاهل الجزائر النهارده؟ بيقول لك ايه رايك في تاهل الجزائر النهارده يا كابتن احمد؟ انا من اول ماتش لعبوا الجزائر قلت يلعبوا النهائي اول ماتش. عين برضو عين الصقر برضو. لا باينين يعني فرقه عندهم روح جامده جدا يا كابتن احمد. حاجه صحيح حاجه جميله. بص انا يعني دايما مش 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 هقول لك هو روح فريق. لا اوكي انا ممكن يكون عندي روح فريق وفريق بتلعب لكن في الاخر هو مدرب ولعيبه ولعيبه عايز تعمل حاجه. من اول ماتش كان مراتي كانت قاعده جنبي ساعتها قلت لها الجزائر ده تلعب النهائي اول ماتش لعبوه. فهم فرقه بصراحه يعني وميزتهم اللي هم عندهم لعيبه كبيره اسماء كبيره بالزبط. لكن كلهم بيحترموا مدرب واحد دي الميزه يعني. انا عندي مدرب لعبت ضد جمال الماضي كتير فلعبت في قطر فلعبت ضده عارف شخصيته. كان ليا واحد صاحبي احمد معايا اتمرن معاه فكان بيكلمني عليه. بس هو انا الراجل كان اصلا كابتن جمال الماضي كان قاعد معايا في نفس الكومباوند اللي انا قاعد فيه هناك في قطر. راجل محترم عارف شغله بيحب شغله يعرف يقرب اللعيبه كده يا كابتن احمد. كل اللعيبه بتحبه يعني. انا صاحب احمد دوت راح اقعد معاه بيقول لك كل اللعيبه بتحبه. هو بيقول لي احمد بيقول لي كل اللعيبه بتحبه اللعيبه عايزه تعمل حاجه. قلت له احمد هم من اول ماتش باينين ان هم هتحس ان هم مختلفين وتلاقي الدكه بره جامدين جدا قاعدين بره ما فيش مشاكل ما كلهم تحسهم روح واحده. دي في الاخر يعني انا دايما عندي مدرب فرقه 30 لعيب 40 لعيب 50 لعيب 60 لعيب الفرقه بتحبه مدرب هتعمل ايه يعني تعمل كل حاجه عشان مدرب. بالعكس يعني او العكس فرقه ما بتحبش مدرب ما بتحترمش المدرب ده هتلاقي الموضوع صعب شويه. لكن هما فرقه منظمه فرقه كويسه عندهم لعيبه جامده فرقه يعني محترمه الصراحه يعني من احسن الفرق اتفرجت عليها السنه دي يعني. على ذكر المنتخبات ومنتخبنا الوطني يمكن انت كابتن احمد مثلت مصر في كل البطولات يعني اولمبياد كاس عالم شباب كاس عالم. مش عايز انسى حاجه لان بصراحه تاريخ مشرف جدا يا كابتن احمد. الاختيارات بالنسبه للفريق لمنتخب مصر عندنا بعض العناصر بخص النادي الاهلي. السؤال ده يمكن سالته لكل اللعيبه في النادي الاهلي بعض اللعيبه لو كانت متواجده في المنتخب. بص انا مش هتكلم على اختيارات خالص ولا هتكلم على منتخب انا منتخبنا لا يعني في الاخر هو عدم توفيق ان احنا ما نوصلش او وفقنا ان احنا كنا وصلنا. لكن انا مش هتكلم على المدرب اختار ولا ما اختارش في الاخر هو المدرب ولازم نحترمه وجهه نظره هو يختار اللعيبه ديت وجهه نظره الاصلح اللي هو كان يروح خلاص في الاخر دي وجهه نظره يعني. ايا كان مين اللي راح مين اللي ما راحش مش عايز اخوض في التجارب دي كلها لكن في الاخر يعني ده رايه ده. طب كريم والنبي سال لي احمد كده مين افضل باك رايت هو شايفه الخط اللي هو عايزاه فخلاص يعني مش هنعيد ونزيد في موضوع منتهي عشان عندنا في مصر يكبروا الموضوع او يقللوا الموضوع. لا هو لازم يبقى فيه وسط شويه في التعامل نفسه يعني. خلاص يعني ما ربنا ما كرمناش اللي احنا ما نوصلش نهائي على ارضنا لكن هو توفيق. احنا في الجابون وصلنا
مع مستر كوبر وصلنا النهائي وكان كل الناس ورانا وهكذا. ربنا وفقنا ووصلنا كاس بالزبط. عالم ربنا ما وفقناش في كاس عالم وحصل اخفاق في ثلاث ماتشات، لكن في الاخر انت عملت اللي عليك. يعني انت عملت طبعا ماتش اوروجواي كويس جدا في كاس عالم، لكن في اخر في الدقيقه 88 دخل فيه جون وهكذا. روسيا حصل خطا مني وبعد كده جونين في دقيقتين. يعني دايما الناس بتبص بمنظور الكبير، لا الناس ما عملتش اللي عليها. لا هو اكيد الناس كلها عملت اللي عليها، بس ممكن التوفيق طبعا بس ممكن كان يبقى فيه مثلا اصرار اكتر، ممكن يكون في دوافع اكتر، ممكن يكون في حاجات اكتر مقصر. يعني ولا هنلوم اللعيبه ولا هنلوم كذا، لا ما بحبش اللوم بعد الخساره دايما. يعني في الاخر زي ما انا قلت لك، عشان تاخد بطوله زي دي الحمد لله بفضل الله، يعني توفيق من عند ربنا. انا خدت 3 بطولات زي ديت قبل كده مع المنتخب الاول، وخدت بطوله مع منتخب الشباب مع الكابتن حسن برضو، كلهم مع الكابتن حسن شحاته. طبعا الكابتن حسن مختلف، الكابتن حسن كابتن حسن من اتمنى يكون موجود مدير فني يا احمد، بيلعب تحس انت مرتاح. هو انا بحس زي كمان بالماضي كده، انت سيب لك تتمنى يكون موجود مدير فني الفتره اللي جايه. انا من وجهه نظري يعني لو هو لو رشحوه طبعا هو اول واحد، مع احترامي يعني. اصل قبل كده الناس يقول لك كابتن حسن يعني لعب 3 بطولات وما و 3 بطولات و لكن هو مثلا يعني ما مش مدرب، ما ينفعش يبقى مدرب. يعني وصلك 3 نهائيات وخدت 3 نهائيات، وانا الحمد لله بفضل الله وانا معايا مع منتخب الشباب اللي واخد بطوله افريقيا، وبعد كده ولعبك كرات عملت من احسن الماتشات اللي عملتها. ما فيش توفيق في ماتش امريكا وما صعدتش، وصلك مع الجزائر ماتش فايز عشان تفوز كاس عالم. في الاخر مدرب تقييمه وحش، يبقى ده في خلل، في خلل في الناس اللي بتقيم، في خلل. كل واحد وجهه نظره، لكن لا يعني الراجل من الناس المحترمين، الناس المدربين الكويسين، مدرب بتتعامل معاه باريحيه، ما فيش تنشله، ما يضايقكش، بيخليك تعمل اللي عليه، بيحببك في المكان، حببك تروح المنتخب. هي دي ميزته الصراحه، يعني من المدربين الهايلين الصراحه. كابتن اسلام بيقول لك مين افضل باك رايت شفته في البطوله؟ لا عامه، لا في البطوله عامه جامد قوي. فين في مصر يعني عامه؟ ايه في البطوله؟ طب في البطوله باك رايت بتاع الجزائر اللي هو اتصاب ده، لعيب كويس قوي جدا. و كشريده هو احسن بصراحه، يعني احسن واحد اتفرجت عليه. يعني في كذا واحد كتير، يعني باك رايت بتاع كوت ديفوار مش وحش برضو، باك رايت نيجيريا كويس. لا يعني في كذا لعيب كويسين. يعني انا مش هطول عليكم، مش هطول اكيد على الكابتن اسلام، لكن كالعاده طبعا بناخد رساله من كابتننا الكبير كابتن احمد لكل جمهور النادي الاهلي. الدوري ده مختلف والناس متعطشه، هنعمل اللي علينا اكيد واللعيبه هتجتهد. التوفيق ان شاء الله يكون معانا كابتن احمد. لو بنقول رساله من خلال الكابتن اسلام ومن خلال قناه الاهلي تقول لكل الجمهور يا كابتن احمد. هو ما فيش دوري مختلف ودوري مش مختلف، يعني انا كل الدوريات بتبقى صعبه وسهله. يعني في الاخر في ماتشات احنا ممكن ضيعناها بسهوله، اخر ماتش الاسماعيلي كنا كاسبين 1 وتعادلنا، لكن ما فيش توفيق في الاخر في الماتش. لكن الماتشات كلها سهله وصعبه، والدوري سهل وصعب، لكن ولا مختلف ولا بتاع، ولا ندي الدنيا اكبر حماد. ده الدنيا دايما مش عارف، الدنيا بتكبر تكبر تكبر وخلاص يعني على الفاضي، لكن في الاخر ما فيش اعتدال في اي حاجه. لكن هو دوري زي اي دوري، ما كناش صراحه في الدوري كله كويسين قوي. السنه دي كان في مشاكل كتيره جدا، الاجواء مش كويسه من اول السنه اللي فاتت، لكن في الاخر الحمد لله ربنا يعني مش دايما بياخد منك حاجه ويديك حاجه. لكن رساله اقول للناس، يعني ما فيش حد دايما بيبقى عايز يبقى مقصر او حد مش عايز يجتهد او حد لا، او كل الناس عايزه تجتهد وتعمل اللي عليها، لكن ساعات ما في توفيق ما فيش توفيق، في عوامل تانية كتيرة ساعات بيبقى غصب عن الواحد. ما فيش حد عايز يتغلب، ما فيش حد عايز يعمل خطأ، ما فيش حد عايز يعمل جريمة ضد فرقته يعني. بس لكن ان شاء الله يا رب يبقى الدوري لنا السنة دي والكاس لنا برضو، وربنا يكرمنا. وفي الاخر انا بقول سنه وعدت بمشاكلها
بحاجات الحلوه اللي فيها. لكن السنه دي انا شايف ان الدنيا احسن شويه، احسن كتير يعني، مفيش مشاكل، مفيش حوارات كتيره، مفيش كلام كتير، والدنيا هاديه، عندنا جهاز فني محترم، عندنا لعيبه محترمه، عندنا لعيبه كويسه في كل مركز، 2 3 في كل مركز احسن من بعض. اتمنى التوفيق ويكون ربنا موفقنا، دي اهم حاجه، ونتوكل على الله بدايه الموسم الجديد يعني، او نهايه الموسم القديم وبدايه الموسم الجديد، مش فاهمين حاجه بس ان شاء الله نفهم قريب. لكن في الاخر يعني اتمنى التوفيق للفرقه وللناديه، وربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. اشكرك كابتن احمد وسعداء بوجودك معانا وعلى ساعه صدرك، ودايما موفق كابتن احمد ان شاء الله باذن الله. زي ما قال كابتن اسلام، كابتن احمد محدش فاهم حاجه فعلا زي ما انت قلت كمان يا كابتن اسلام. ان شاء الله بنتمنى الموسم اللي جاي يكون فيه كل حاجه مظبوطه، اتحاد الكره يكون في كل المباريات الدوري العام، يكون في جدول منتظم، لان النادي الاهلي بيمثل مصر في البطولات الافريقيه بالتحديد. بنشكر كابتن احمد من جديد، وبنشكرك كابتن اسلام، واسف على الاطاله، برجع لك الاستوديو كابتن اسلام. انا اللي بشكرك جدا يا كريم، ودايما متالق ودايما عامل حوارات رائعه الحقيقه كالعاده يعني، ودايما الله يكون في عونكم، انتوا انا عارف عاملين شغل جامد جدا هناك في اسبانيا.